طيب خلينا نروح للخبر التاني. الخبر ده بيتكلم عن استطلاع جديد للرأي، والاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث اللي بينظر إلى طبعا بيشوف وضع بايدن على المستوى الدولي، وطبعا بشكل أكتر إيجابية من منافسه ترامب. احنا عارفين الانتخابات الأمريكية قريبا جدا، وطبعا ده دايما بيحدث، إلا أن معظم من تم استطلاعهم لا يوافقون على سياسته في الشرق الأوسط. يعني اللي هم شايفينه ما يحدث في الشرق الأوسط شايفين أنه دي مشكلة، وخصوصا تعاملاته وآراءه وتصريحاته وما يحدث مع الحرب في غزة. نقترب أكتر ونعرف تفاصيل أكتر، خلينا نروح للدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. يعني دكتور إحسان، خلينا نقول هذه الاستطلاعات، وطبعا عادة قبل أي انتخابات أمريكية بيكون في استطلاعات للرأي على يعني قوته، على سياسته، على وضعه، ولكن يبدو أن الاستطلاعات ليست في صالح بايدن. أكيد أكيد، ومن فترة طويلة هذا ليس جديد. صحيح. وهذا ليس متعلق بموضوع غزة إطلاقا، هو متعلق بأمور أخرى، الاقتصاد، الحدود، التضخم، أمور أخرى لا علاقة لها بغزة. الشعب الأمريكي لا يكترث بالسياسة الخارجية. صحيح. إلا إذا كان هناك حرب تدخل فيها أمريكا، ولكن غير ذلك لا يهتم إطلاقا. فأغلبية الشعب الأمريكي لا يتابع موضوع غزة، ربما في أشرابية على التيك توك يتابع، ولكن بشكل عام الشعب الأمريكي لا يهتم بالسياسة الخارجية. أنا بتفق معك إنه يعني المواطن الأمريكي لا يهتم إلا بضرايبه وحالته المحلية جدا، ولا يهتم بالأخبار السياسية في منطقة الشرق الأوسط. بس خلينا برضو نوسع المشهد ونشوف بأنه ما حدث في الجامعات الأمريكية الكبيرة من الأجيال ومن الطلبة لرفض التعنت وما يحدث في قطاع غزة، ربما يكون كانت ورقة ضاغطة أيضا على الحكومة الأمريكية. أنا بالنسبة لي أعتقد أن هناك يعني مبالغة في تصوير هذا الموضوع. يعني هو بايدن بالتحديد قال أنا لا تؤثر هذه الأمور في سياستي، أخذت موقف من إسرائيل ومن الحرب ولن أغير هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات، أنا مع حق التعبير قال، ولكن لا تؤثر على سياستي. هذا صحيح. هذا رجل صهيوني، هذا رجل من جماعة إسرائيل منذ عقود، ليس اليوم أو البارحة، منذ عقود، وأخذ مال كثير منهم. أولاده، عنده ابن وابنه متزوجين من يهود صهاينة. هو يعتبر إسرائيل بلده الآخر، هو مرتبط عاطفيا بإسرائيل، وهناك لوبي صهيوني قوي جدا. النظام الأمريكي بالمجمل إلى جانب إسرائيل. طيب. ليس هناك يعني هناك صحيح أنه يعني يخرج القلب أنه هناك من يعارض ومن يتكلم وما إلى هنالك، ولكن النظام الأمريكي خاصة الكونغرس إلى جانب إسرائيل بشكل كلي، وأرسلوا مليارات لها يعني. طيب خليني يعني بغير محدود بدون شروط. تمام، خليني هنا أسأل حضرتك السؤال بطريقة أخرى. خلينا نقول إنه هل هذه الاستطلاعات ربما تكون إنه يعني هم يعني يستطلعون الناس على ما يحدث في الشرق الأوسط حتى يكون هناك ضغط على بايدن؟ يعني حتى لو كان المواطن الأمريكي لا يهتم، ولكن يمكن هي فكرة إن أنا أعمل استطلاع على نقاط ضعيفة خاصة بالسياسة الأمريكية؟ شوف، هناك استطلاعات دائما، وهناك دائما الثابت في هذا الموضوع انه نتائج بين بايدن وترامب متقاربه. صحيح. يتفوق احيانا ترامب، صحيح، منذ فتره يتقدم، ولكن في مجال الخطا الحسابي. فلذلك الانتخابات يعني المحرك الاساسي اليوم الخوف عند الديمقراطيين ان النائب الديمقراطي الغير سعيد بما يحصل في غزه، المفتاح. صحيح. الغاضب، ان لا يذهب للانتخابات ويخسر هذا بسبب هذا بايدن، عدم الحماسه للذهاب للاقتراع، هذا ما يخافون. ولكن المجتمع الامريكي منفصل، هناك ديمقراطيين هناك جمهوريين، والانقسام حاد. يعني الديمقراط سينتخب بايدن، الجمهوري سينتخب ترامب، ولكن صحيح. هناك الفئه القليله الصغيره جدا هي المستقلين، ولكن محركها هؤلاء هو الاقتصاد وليس السياسه الخارجيه. يعني تبقى هي منافسات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ده أكيد واضح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية.